ابو العلا فريق حرس حدود من 5 مباريات لم يعرف طعم الفوز، 3 خسارة و2 تعادل حتى الان، لكنه يجري التعامل مع الكبار، تعادل مع المصري، تعادل مع سموحه، وفاز على الاسماعيلي وبيراميدز ومصر المقصه وطلع الجيش. هل ممكن ابو قير يحقق المفاجاه بعد هذه النتائج بالنسبه لحرس حدود؟ بص، ماتشات الكاس دايما وتبقى وستظل دايما فيها مفاجات كتير جدا. مباراه النوك اوت او اللي هي خروج المغلوب من مباراه واحده بتبقى مختلفه، بيبقى ليها وضع مختلف، بيبقى ليها حسابات مختلفه، لان انت بتبقى حاله الفريق كل مباراه. كمان فريق حرس بدا كاس مصر ان هو مريح لعيبه كتير جدا من المباراه اللي فاتت، فيمكن هو واخد منهج ان هو كان مباراه الكاس بيحتاج يجرب فيها لعيبه، دخل بعض اللعيبه، ريح لعيبه اللي كانوا موجودين النهارده، عامل بعض التغييرات اللي موجوده. زي ما قلت لك، مباراه الكاس ما لهاش دايما كبير، معروفه كل فرق دول العالم دايما فرق درجه ثانيه كتير جدا، ما بقاش فيها مفاجات كتير ان فرقه صغيره بتطلع فرقه كبيره. فريق حرس كان دايما بيبقى متمرس ان لما بيكسب فرقه كبيره كان بيشتغل بتكتيك مختلف شويه، ان هو بيبقى بيلعب زون ديفنس، بيلعب على كاونتر اتاك، عنده الادوات، عنده اللعيبه اللي بتعرف تنفذ له ده، بيستغل الكرات الثابته، عنده خالد سامي من اللعيبه كمان اللي بترمي له قوي بشكل كويس، بيستغله، فبيعرف يسرق او يخطف الفرقه الكبيره. نعم. قدام الفرقه الصغيره ممكن ما يفتحش خطوطه قوي، ويمكن لما بيتعادل او بيخسر قدام الفرقه الصغيره علشان بيلعب بطريقه مختلفه اللي بيلعب بيها الفرقه الكبيره. النهارده نمط الفرقه او طريقه ماتشات الكاس، او بتلعب فرقه المفروض ان هي على المستوى الورقي ان هي اقل منك مثلا فنيا او حتى في القسم الثاني، فممكن يخليك تبقى اكثر استعجالا، او ممكن يخليك تفتح خطوط اكثر. فالفريق اللي بيخطف هدف في مباراه الكاس بيصعب الامور، وممكن يعقد الامور، دخلك في حسابات مختلفه. اعتقد ابو قير النهارده هيكون بيلعب بتوازن كتير جدا، هيحاول يحقق المفاجآت في ذهن لعيبته ان هم بيقدموا نفسهم طبعا لانديه الدوري الممتاز، ففي دايما بتبقى حسابات مختلفه جدا في ذهن كل مدير فني. نعم. للحديث اكثر عن تشكيله كلا الفريقين بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.